عرفيه نور كيف الحال؟ شو اخبارك؟ شو مبارك يا حبيبي الله يسعدك ويسعد مقامكم يا اهلا وسهلا هلا 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 الشباب محضرين لنا شيء لهالجمعه والله الصراحه نحن استاذ شويه لسه ضايعين صح ضايعين يعني انه اي لون نختار جيتنا قديش من حاجه في مخنا ممكن هكا توجهونا اكثر في اي اتجاه نجم نمشيو في هذا البرايم فكرنا نعمل نص انجليزي ونص عربي خصوصا انه ولا برايم غنينا انجلش ممكن حتى المقطع الثاني يكون فيها دور الشيباني نسمع دور الشيباني اول شيء نسمع منكم كيف طالعه فيها شيء مقاطع كتطلع نوتات اعلى وحنا باقيين ما عارفين شو هي واش هذه هي الاغنيه النهائيه شو الاغنيه الانجليش اللي كنت حاططها براسك تبدا هيك يا هلا اللي نقيتوه هلا هيدا هو الفينال صراحه صارت هاي المره الوحيده ممكن اللي صراحه ما بدنا نتسرع وعارفين انه في نفس الوقت وقتنا ضيق فبدنا اليوم نقرر في اكثر من حاجه يعني ليك راح يصير اوكي وانا بالنسبه لي اثنين ما عندي مشكله فيهم ممتازين خلاص فكروا فيها واحنا نراجع معاكم بالليل كذا ونشوف شو يلا هذا نايس داي ديفيز الله يعطيك حبيبي شكرا وهذه في نهايه المطاف هي اللعبه واحنا ما باغينش نبقاو في الاخر فكل حاجه وكل اختيار ليه عواقب وليه جوانب جيده مو بزي عادتهم ابدا مش طبعا يس يس يس. ما بفهمهم هذا بعد الرانكينج طبعا يس بعد الترتيب واضح انه اصلا تتوتروا وتخافوا يا هلا يا هلا تبارك استاذ تمام سعد لي الصباح مساك شبوبيه روبي شبوبيه كاش شبوبيه اي والله والله تمام الحمد لله تمام مزكم شويه بس مزكم ها بس مزكم و يعني مسكره معك على الاخر بس مجهز شيء حتى تفكير يعني ما اعرف شو بغني باذن الله من بكره مره اصير سوبرمان في تقريبا شيء اغنيه كذا لفنان حمائي ماشب ممتاز اوكي يا ستار ونفسي ابقى جنبه حلو ابى اعمل يعني شيء مختلف العاده بغني له اوكي انا مذكم شيء بس مذكم كثير مش شوي ما قادر اتنفس ولا قادر احكي يعني انا حالتي حاله الله يعين فكرين اغنيتين ده او ناري ناري اوكي فينا نخليها بلان بي بلان بي صح فينا نخليها بلان بي ايوه لانه نفسي ابقى جنبه مثل في هاي نوتس فانا مذكر فما اعرف هل في البرايم بلان بي يعني ناري ناري ماشي ممتاز فرق الاغنيه ناري ناري طبعا طبقته يعني اتس فاين يعني عادي ما عندي مشكله فان شاء الله راح اغني وانا مرتاح هو بس اهم شيء لا تقعد تتمرن الحين الفتره هذه لان الساعه 4 الفجر لا عشان تقدر لا ما بتمرن ماشي لا 4 الفجر ما بتمرن خلاص لازم مرتاح شويه واشرب شاي وزنجبيل وعسل اعمل هالاشياء يعني وان شاء الله لاني بجد انا محتاج لراحه